هنعمل شكلمة ازاي بقى؟ عندي هاخد 4 بياض بيض، 4 بياض بيض ماشي، كوباية سكر بودرة، كوبايتين جوز الهند، معلقتين دقيق كبار، معلقة من الزبدة، وهناخد ممكن 2 فانيليا، 2 باكو فانيليا او 3 او 1 مش مشكلة، انا عندي جوز هند كتير خلاص. فانا هاخد دلوقتي بياض البيض اللي هاخده الاول اضربه، مضرب بيض عادي عندك، مضرب البيض اشتغلي بيه عادي. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص هنيجي بقى هنا افصل الصفار عن البياض، اطلعي بره كده. عايزه 4 بياض بيض. بصوا بقى هنضرب بياض، لازم تكون الحله نظيفه خالص، ما فيهاش اي ولا غسلها مثلا ولا حاجه، تنشفيها تماما. انا كده بياض البيض بضربه مع رشه الملح وفانيليا كمان، بس عايزه سرعه عاليه. في ايه مالك؟ لازم اشكت فيه. ماشي، انا عندي هنا بقى 2 كوباية جوز الهند، عليهم 1 كوباية سكر بودره بره كده، عليهم 2 معلقة دقيق، يعني كل 1 كوباية جوز هند عليها 2 معلقة دقيق كبيره. تمام كده، هقلبهم مع بعض دلوقتي. هو البيض لازم يتضرب كده، يعني لازم ايه ياخد على عينه جامد علشان يبدا ينفش ويعمل لك الايه اللون الابيض الحلو الهش ده. اجي بقى هنا ادي كده 2 كوباية جوز الهند، عليهم 1 كوباية سكر بودره، عليهم 2 معلقة كبار دقيق. تمام كده، انا هنا بسيح 2 معلقة زبده كبيره، مش هخليها سخنه، هطلعها بره عشان تبرد. اوكي، اشتغل بايديا احسن عشان احس بالايه، ببياض البيض، لان انا ممكن ما استخدمش كل ده اهو. بصوا بياض البيض انا ضايفه له شويه من الايه، شويه صغيرين من الدقيق. بصوا انا عايزاه زي بقول لكم كده بالشكل ده، ابدا اضيف بقى ايه شويه شويه. طبعا حلو ان انت الزبده دي كلها الاول تسيحيها او تقلبيها كلها في السكر والدقيق وجوز الهند، وابدا اضيف افرفطها بس كده فيها. شويه شويه كده واقلب بالراحه. كيس حلواني كده، وممكن تروحي عاملاه بالمعلقه كده كور في قوالب الكب كيك زي اللي عاملينها كده الصبح. بصوا دي بسم الله، دي كده عاملينها في قوالب الكب كيك، وممكن ان احنا نعملها في كيس الحلواني طبعا زي ما انت عايزه. يا قوالب كبكيك صغيره يا اما على الصينيه زي ما انت عايزه، وادخلها الفرن. دي شكل لما تمام كده، وهي بعد ما استوت بتبقى بالشكل ده، تاخدش في الفرن ربع ساعه.